هاي جايز، نلتقي مرة جديدة بساوند بايتس لنقوم بجولتنا الأسبوعية على عالم الموسيقى والسينما والشوبز، ونتعرف على آخر أخبار السيليبرتيز، ورح ننطلق مباشرة مع The News Segment. شاركت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا متابعيها صورة بتجمعها ببنتها هي وحاملتها من دون ما تظهر ملامح وجهها، وهيدي تعتبر من المرات القليلة اللي بتنشر فيها تشوبرا صور لمالتي كونها بتحرص هي وزوجها المغني نيك جوناس على إبقاء بنتهم بعيدة عن الأضواء وعن أعين مصوري الباباراتزي. After I stopped talking to him over, you know, a period of months, this is how he came back into my life. I'm having another baby, and if it's a boy, I really want to name it Sumner. You okay with that? Dead serious. ضجت مواقع السوشيال ميديا بفيديو نشرته عارضة الأزياء سامر سترو بتقول فيه إنه تم التلاعب بمشاعرها من قبل المغني آدم لافين من خلال رسائل إلكترونية ولمدة عام بالكامل. أما رد لافين فكان الاعتراف إنه تجاوز الحدود وقال إنه استخدم الحكم السيء بالتحدث عن أي شخص آخر غير زوجته عارضة الأزياء بياتي برينسلو بأي طريقة مغازلة، وأضاف أنه ما كان في علاقة غرامية، ومع ذلك تجاوز الحدود خلال فترة مؤسفة من حياته. لافين عم يعمل المستحيل حالياً ليصحح غلطته، والسؤال اللي بيطرح نفسه هو التالي: هل ممكن بياتي برينسلو تنسى وتسامحه؟ شارك النجم جون ترافولتا صورة لبنته ألا البالغة من العمر 22 سنة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بنيويورك بعرض لعلامة كارل لاغرفيلد. ألا يلي الهيئة قررت تخوض مجال عرض الأزياء وهي بنت ترافولتا وزوجته الراحل الممثلة كالي بريستن. من النيوز رح ننتقل هلأ لأفلام الأسبوع، ومننطلق مع الريليس لفيلم أفاتار للمخرج جيمس كاميرون يلي نزل سنة 2009 وبيرجع مرة جديدة للصالة تمهيداً لثلاث أجزاء جديدة ناطرينا بين 2022 و2026. من الساينس فيكشن مننتقل هلأ للهورر والجزء 13 والأخير من سلسلة أفلام هالوين يلي انطلقت بنهاية سبعينات القرن الماضي. I was certain that I saw him watching me. ممثلة جيمي لي كيرتيس بترجع للدور يلي عمل منها The Screen Queen سنة 1978، والسؤال هو هل يا ترى هالجزء رح يوضع حد للمجرم المقنع مايكل مايرز؟ هيدا يلي بنعرفه بهالوين أنز إخراج ديفيد جوردن غرين. He killed my daughter, but tonight I will kill him. Come and get me. Lori! Maybe the only way he can die is if I die too. It all ends now. Ah!
هالأسبوع فيكن تحضروا الفيلم المصري أشباح أوروبا يلي بلش عرضه بعد طول انتظار، وبدون بالأدوار الرئيسية النجمة هيفا وهبي والنجم أحمد الفيشاوي، وبالاشتراك مع أروى جودة وبيومي فؤاد. وانتوا عايزين مننا ايه؟ عارف ان انا لو شفتكم هتفكوا تحت رجلي. بتدور احداث الفيلم حول رجل بيضطر يبيع 3 من اولاده 6 التوأم بسبب الفقر، ولما بتكتشف زوجته هالشي بتقرر تتركه وتسافر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الإخوة بالمستقبل. أشباح أوروبا إخراج محمد عبد الرحمن حمامة. اليوم ينزل السلاح. عملت لك أنت عايزه. أنا بشارة من صبعي أصفيكم أنتوا الثلاثة. إحنا الثلاثة كنا ظهر بعض. الغلطة عنده بموت. بركة يا بركة. أنا عايز 3 حيوانات. نتفق الأول. مش واثق فيهم. ده اللي عاش معانا طول عمره عمل فينا كده، أمال دول هيعملوا فينا إيه؟ أليخاندرو ما بيعملش حاجة ببلاش. أنتِ فكرتك يور فريكينج جينيوس. إحنا هنمشي من هنا ومش هنأذي حد. أنا كمان الغلطة عندي بموت. طب ما أنا كمان الغلطة عندي بموت هارون. هنقابل خالد أبو الدهب. أهم تاجر آثار في مصر. ما كانش ينفع نعمل معاهم حاجة غير كده. المصلحة دي لو ما شبطناش فيها السن هتروح مننا ومش هترجع تاني. انتوا على أرضي وفي ملعبي. دان دان دان. هناخد قشين من المرة دي ونخلع على مصر. هياخدوا غرضهم مننا ويبقلشونا. إيه اللي بيحصل فهمني يا مرضى؟ انطوا رياض من هنا على رجليك بدل ما اخلي اخواتي وانتركوا انت متدش. هي كلها بقت نخانيخ ولا ايه؟ رجاله كتير وما عنديش اكتر من الطلب. جولتنا التالية بتاخدنا على كواليس تأليف موسيقى فيلم 3000 Years of Longing يلي تميز بأوريجينال سكور رائع من توقيع الموسيقى والمنتج الهولندي توم هوكنبورغ يلي معروف أكثر باسم جانكي اكس ان. We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story, and I cannot wait to see where it goes. Movies take us into those places that we often think about in life. Death, love, mortality, and music is the undercurrent of those stories. Hello, guys. Thank you so much for being here this morning. George and I have been working for almost a year just to write the melody for this movie. So I hope you guys have as much fun playing it as I'm going to have listening to you. Our composer, Tom Hulkenberg, also known as Junkie XL, who I first had the privilege of working with on Fury Road, has a very comprehensive understanding of music. And he understood that this film had to evoke a magical feeling about the wonders and catastrophes of this world. We wanted to create one singular theme which holds everything that surrounds love. It should feel like this melody was always here and this melody will always be. There's no story about wishing that is not a cautionary tale. His sound is unbelievably fresh and free. He knows where to up the emotion, where to lower it, when to become quiet, when to get loud. Working with George keeps you open-minded. It's a dynamic process, and you force yourself to constantly create something new. Tom worked so hard on bringing that sonic landscape with all its majesty and sorrow. It allows you to lose yourself in the story from the opening credits until the end. And that's why it needs to be experienced in the cinema. I have a wish. So guys, قبل ما ناخد بريك رح نشوف سوا هلأ المشاهد الأولى من الديزني موفي Strange World يلي بدم أصوات جيك جيلنهول، لوسي لو، دانيس كويد وغابرييل يوني.
the president doing in our front yard? Our entire world is in grave danger. I want you to come with me on an expedition. I'm not my father. He was the explorer. I know you were just a kid when he went missing, but now you're all we got. Mr. Clade, I'm a huge fan. Oh, thank you. Of your dad. Do you think you could forge his autograph? What? Where in the world are we? Ethan, you brought the dog? Sorry! We are clearly in uncharted territory. Whoa. Hello, you probably don't understand a word I'm saying. Of course I understand you. Huh? Dad? Dad? Grandpa? I'm a grandpa. What is this place? The cliffs are alive, and the waters dissolve the flesh off your bones. Everything down here is trying to kill us. Do you mind if I call you Splat? You just kind of give me Splat vibes. Ow! I guess I deserve that. Grandpa's awesome! He is not awesome! You gave me a machete for my birthday? Classic Jaeger Clade. I was two. I'm loving this family reunion, but come on! We got a world to save! We need you to figure this out, otherwise we're doomed. We are doomed! Wait, seriously? No, I'm just messing with you. Didn't see that coming. بريك وبنرجع بالتاني قسم من ساوند بايتس. خليكن معنا. نفتتح القسم الثاني من ساوند بايتس مع فقرة الميوزك نيوز. Have a listen. نفيت المغني دوجا كاتس الشائعات اللي قالت انها بصدد تحضير ألبوم من الريف ميوزك، واكدت انها حاليا مركزة على الار ان بي فقط لا غير، وانها متابعة بهالنمط بالألبوم المقبل يلي انتهت من التحضير له مؤخرا. أعلنت النجمة سيلينا غوميز أنها رح تطلق فيلم الوثائقي سيلينا غوميز My Mind and Me على منصة أبل تي في بأول أسبوع من شهر نوفمبر، بعد ما كان صار له عم يتحضر من قبل غوميز والمنتجين، وبلاحق الفيلم انطلاقة غوميز بعالم الغناء والتمثيل وصولا للفترة الصعبة يلي عاشتها من كم سنة بحياتها الشخصية. Clarkson with the 2733rd star on the Hollywood Walk of Fame in the category of recording. منقول مبروك للمغنية كالي كلاركسون يلي حصلت على نجمة على الهوليوود ووك اوف فيم، وهي النجمة يلي حملت رقم 2733. وبالاحتفالية يلي رافقت تكريمها بالنجمة مع عدة أشخاص مقربين لإلها، وأبرزهم أولادها الاثنين بالإضافة لسايمون كاول، بولا أبدول، ورودي جاكسون. I just feel very fortunate that I get the chance, and you know there are dreams that you didn't know you had and they end up happening and you feel super blessed. وشو رأيكم ننضم هلأ للمغنية هالسي وجولة سريعة على كواليس تصوير أغنيتها So Good من ألبومها المقبل يلي من المتوقع يتم طرحه بشهر ديسمبر. The whole reason we met was because he was supposed to do this and then it became this. This wall will move back and camera will leave the scene and go into the black space, and that's our first edit. 2, 1, roll! Yes! That was literally, that was... Can we watch the playback on that?
Samsung heard the song and they saw our video concept and they wanted to be a part of it. And without them, I wouldn't have one of my favorite videos of all. The stuff out stuff was great. I thought he's so confused. Yeah. He's so confused. When that camera's moving closer, I don't want to lose the head on the silhouette before we catch Ash. Ready to be shot, ready? Are we done? That's it. Let's go. شو هي آخر الإصدارات لهالموسم؟ خلونا نشوف سوا. فريق Imagine Dragons بيرجعوا بأحدث أغنياتهم Waves يلي تم طرحها مؤخراً من ألبومهم الأخير. أما المغنية النرويجية سيغريد فبتنضم لفريق الروك Bringing the Horizon بأغنية Bad Luck. تعاون تاني بيجمع بين المغنية زارا لارسن وآليسو بالدانس هيت Words. المغنية جاكس اللي عم تستعد لإطلاق أول ألبوم لإلها بتقدم لنا New Dance Hit To All The Boys I've Loved Before. وهلأ جولة على UK والUS Charts منقوم فيها لنتعرف مين هن المسيطرين على المبيعات. هاري ستايلز بتابع سيطرته على المرتبة الأولى باليوس تشارتس بأغنية As It Was وبعد عدة أشهر من طرحها بالأسواق. ستيف ليسي بعده بالمركز الثاني وبعد هابت. أما باليوكي فأول مرتبتين هنا للويس كابالدي بالمركز الأول وأغنية Forget Me. بينما ديفيد جاتا وبيبي ركسا بيحافظوا على مكانهم بأغنية I'm Good. شو هي الأحداث الفنية اللي صارت مثل هالنهار ومين هن السليبرتيز يلي عم يحتفلوا بعيد ميلادهم؟ Let's have a look. منقول هابي بيرثدي للتينور الراحل لوتشانو بافاروتي اللي ولد مثل اليوم عام 1935. الممثل هيو جاكمان بيحتفل اليوم بعيد ميلاده 53 بالإضافة للـ80 ستار كيرك كاميرون اللي صار عمره 51 سنة. مثل هنهار عام 1997 ودعنا المغني الراحل جون دنفر يلي توفى بحادث طيران عن عمر 53 سنة. وسنة 1991 مرايا كاري بتحقق خامس نمبر 1 هيت لإلها بأغنية Emotions. أما سيلين ديون فبتسيطر على مبيعات الألبومز بأمريكا بألبومها Falling Into You سنة 1996. ومثل اليوم النمبر 1 موفي باليوس بوكس اوفيس من عام 1985 كان Back to the Future مع مايكل جي فوكس. منتابع حلقتنا مع الفاشن ودار شانيل العريق يلي عم بيركز كتير على التويد بمجموعة الفول وينتر 2022-23 بالإضافة للميك اب يلي كمان حمل عنوان Say Tweed بالحملة الإعلانية الأخيرة لإله. Scene one, Apple, take two. Silence. Beep.
شفنا الساي تويد كامبين، منكمل كمان مع دار شانيل ومنتعرف أكثر على التويد إيشو من الفول وينتر ميك أب كولكشن. We tweet. You tweet. They tweet. Do you tweet? Tweet is all we need. والمزيد من اللوكجري فاشن مع فيلم قصير خاص بالفول وينتر كولكشن لدار إرمس بعنوان لايت هارتد داي. We love those scarves, don't we? Okay guys, وهلا من الفاشن صار وقت ننتقل لآخر فقرة لليوم وأخبار النجوم من الوطن العربي. رد الممثل المصري عادل إمام على خبر إصابته بالألزهايمر يلي انتشر بالآونة الأخيرة يلي جعله يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء رد عادل إمام على هالموضوع بطريقة ساخرة وبخفة دمه المعهودة، ونشر صورة لإله من مسرحية الزعيم عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفى بتعليق مستخدما وجهه المشمئز وهي الحركة اللي اعتدنا عليها بمسرحياته. وجهت الممثلة اللبنانية نادين الراسي رسالة شكر للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد ما انتشر خبر عن تكفل الرومي بإعادة تأهيل الطريق يلي توفى عليها جورج الراسي تحت إشراف فوج الهندسة بالجيش اللبناني. وعلقت نادين الراسي على الخبر موجهة رسالة شكر للسيدة ماجدة الرومي، فكتبت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: من البابا خليل والماما إلهام وإختي الكبيرة ساندرين وخي جورج الراسي، ومن خيي سيباستيان ومن اختي الصغيره رشال الحنونه، ومني ومن الراسي جميعا الف تحيه شكر لاختنا الغاليه والحبيبه ماجد الرومي وللجيش اللبناني. بدمك يا خيي تحولت طريق الموت لطريق عبور. أفادت مصادر صحفية أنه الفنان أحمد مكي انفصل رسمياً عن أم ابنه أدهم بهدوء تام. يذكر أنه أحمد مكي كان يحرص دايماً على إبعاد حياته العائلية عن أعين الإعلام والصحافة والجمهور، حيث علم الجمهور أخيراً بخبر زواجه وأنه عنده ابن، وذلك أثناء استضافته خلال برنامج عبر إذاعة نجوم أف أم. بينطلق فيديو كليب 40-50 يلي بيجمع عاصي الحليني بصديقه الملحن عادل عراقي بعد تأجيل ما يقارب 5 سنين، والكليب يلي تولى إخراجه أحمد المنجد بيطل فيه عاصي بشكل مختلف وغريب حيث بيظهر فيه كبائع عصير. أما الملحن عادل عراقي فبيجسد شخصية سايق ضمن الكليب، وهي الفكرة الجديدة يلي استقر عليها فريق عمل الأغنية بعد تغييرها أكثر من مرة لرغبة عاصي بالظهور بشكل مختلف بهيدي التجربة. خلينا عيد 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100. هيدا كان كل شيء لهالأسبوع، وما تنسوا تلاقونا بالحلقة المقبلة من ساوند بايتس. تيك كير، باي.